تقدم الاهلي على فاركو 2-1 في شوط اول مفتوح، مباراه مفتوحه من الفريقين، وعكس ما توقعنا فاركو بيلعب مباراه مفتوحه، هجمه هنا وهجمه هنا. افتتح التسجيل للنادي الاهلي في الشوط الاول امام عاشور في الدقيقه 29 من ركله جزاء، ثم تعادل جابر كامل لفاركو في الدقيقه 35، وتقدم النادي الاهلي بهدف رائع من صاروخ ماركت امام عاشور في الدقيقه 48، لينتهي الشوط الاول بتقدم منطقي للنادي الاهلي على فاركو 2-1. يا كابتن شريف، اتفقنا كلنا نوعيه المباراه، هل هيبقى فيه ضغط من الاهلي في بدايه المباراه او رد فعل من فرقه فاركو، واتفقنا ان الاهداف هي اللي هتغير استراتيجيه المباراه كلها. وفعلا كان الاهلي كان واخد موضوع البدايه بروح، وكرة لما بتتقطع منه بيحصل حاله تعويضيه من خلال نص الملعب ومسانده الديفندرز اللي بيلعبوا ورا، واميازهم بالنسبه لنا احنا واقف على حيله، يعني عمر كمال بصراحه بياخد الكرة ممكن يعدي من واحد واثنين وثلاثه، وشفنا توغلات وشفنا عرضيات وشفنا وجوده احساس بيه في الناحيه اليمين كبير جدا، وده اللي اتفقنا ان هو في الناحيه اليمين هيبقى افيد النهارده. يعني حسين الشحات بيحاول بقاله فتره ما بيلعبش وكده، بيحاول يبتكر، بيحاول يبقى اسيستنج. رضا سليم لحد دلوقتي ما مش حاسين بيه، اللي حاسين بيه هو من ناحيه اليمين عمر كمال. امام عاشور طبعا بامتياز بيلعب بالخبره، هو محمد عبد المنعم في خبره كبيره جدا. ياسر ابراهيم عايز يعمل كل حاجه، عشان كده مش عارف يقف في المكان نفسه الصح، حتى يعني عايز يعمل مجهود كبير جدا يتحسسك ان هو موجود. ولكن الحكايه مجمل كلها 45 دقيقه اوبن جيم مفتوح كل حاجه صحيح. فيها الملعب محتاج صانع العاب، الملعب النادي الاهلي محتاج واحد يمسك الكوره ويتعامل مع امام ويتعامل مع حسين ويبقى سبورت ليهم، يبقى نمره 8 و9 ونص في القصه اللي هي بتاعه الكره الثانيه لما بتنزل في الملعب. لازم نفكر بهذا الشكل، لان احنا بنلعب برضو بشكل توازن دفاعي، ولكن محرومين من التوازن الايقاعي. الايقاعي اللي هو عندك لعيب يبقى عنده تيمبو، يعني مش زي قفشه مثلا، محمد مجدي قفشه بيبقى موجود في الحته دي الحقيقه، بيكون ليه تغيير لشكل الملعب كله ومسانده بصراحه للاطراف، وهتحس بفايده كريم فؤاد بابسط. يمكن كريم فؤاد وامام عاشور وحسين الشحات ناحيه الشمال داخلين عاملين مثلث ايمن لبعض، يعني مش يعني واخدين من بعض كتير، ولكن لو فتحت المسافات شويه وادوا فرصه لزي التصويبه اللي حصلت. ما احنا اتفقنا انا وانت قاعدين بنقول ايه، الماتش ده فيه ضربه جزاء قلت لك انا كده، وفي تصويبات من بره، هو ده الحلول وحصل. حصلت انا وانت يعني بمفهوم لعيبه الكوره، يعني احنا بنتفرج على مشاهده كده بنقدر نستشف ايه اللي ممكن يبقى افكتيف او ايه هو الايجابي اللي ممكن يحصل. فهو ده اللي حصل، نفس الشكل لازم يبقى ثاني شوط مع المسانده الخارجيه من الجهاز الفني. صحيح. كابتن اسامه، شفنا الشوط الاول مباراه مفتوحه وهجمات متبادله من الفريقين، ولكن حسمها امام عاشور بتصويبه صاروخيه في الدقيقه 48. هو البدايه عكس المتوقع من فاركو. بالذات فاركو، يعني فرقه في ترتيب الجدول كده وفي خطوره عليها، المفروض ان بتقفل خطوطها وتلعب على هجمات مرتده. هو بيلعب النادي الاهلي جيم مفتوح خالص، نص الملعب مفتوح خالص من الفرقتين، لدرجه انه جابر كامل اللي هو الباك الشمال وكده اصلا في نص ملعب الاهلي يعني مهاجمين على طول. حتى كده هجمات الاهلي بتبقى ممكن 4-2 و5-2. فالنادي الاهلي البدايه كانت بطيئه شويه، لكن بعد الهدف ابتدى الرسم يطلع، وخاصه لما جابر كامل جاب التعادل ابتدى اللعيبه تحس بخطوره. وانا متفق مع كابتن شريف انه عمر كمال وامام وحسين الشحات اكتر ناس تحس في محاولات، واكتر ناس في حركه. في ناس تانية بعيد شويه، يعني انا برضو نص الملعب مفتوح قوي، كوكا مش واضح ايه دوره، لازم يبقى في سيطره من نص الملعب من مروان و من مروان عطيه ونبيل كوكا على وسط الملعب اكتر من كده، لان فرقه فاركو بتجاريك في اللعب كانه يعني هجمه هنا وهجمه هنا، والكره رايحه هنا ورايحه هنا، مفيش سيطره على وسط الملعب شويه.
صحيح. فاتمنى ان شاء الله دي تتحسن إن شاء الله. واتمنى ان إليو ديانج ينزل ان شاء الله. كابتن عادل، تقدم زي ما قلت للكابتن شريف تقدم منطقي، برايك في اداء النادي الاهلي الشوط الاول؟ وهو مستحق يعني، هو يمكن انت كلمته على انه فرق بتلعب مباراه مفتوحه، لكن برضو حته لعيبه النادي الاهلي النهارده في تفوق في الحاجات الفرديه ما بين حسين الشحات فعلا وعمر كمال وامام عاشور متفوق على نفسه، لكن هيبقى حاجه واحده بس التوازن الدفاعي بتاع النادي الاهلي، لانه مش من السهل اللي يدخل جون فيك سهل كده، يمكن الوقفات بتبقى خطا، وده لازم علشان ما تجهكش يبقى لازم تدافع كويس. صح، انت جبت هدف وجبت هدف تاني بقدرات لاعب زي امام عاشور، شوتينج كويس او شوطه كويسه جدا، لكن هيبقى حاجه مهمه انك تلعب بتوازن، تدافع كويس وتسيب اللي يحرزوا الاهداف يحرزوا الاهداف علشان ما تجهدش. صحيح كابتن بلال، هدف اكتر من رائع لامام عاشور الدقيقه 48 تقدم بيه النادي الاهلي. حلول مستر كولر الشوط الثاني للحفاظ على النتيجه وان شاء الله تعزيز المكسب باذن الله. طبيعي انك عايز تحافظ الاول يا كابتن ايمن صح على النتيجه في ظل الاجواء الصعبه الحاره الموجوده في الاستاد اللي عشان تحافظ الأحب. عشان تحافظ هتلجا للدكه؟ بص انا شايف الفرقه ماشيه بشكل كويس، يعني شايف ان الفرقه بتادي بشكل جيد في ظل الظروف اللي انت بتلعب فيها في هذا التوقيت. يعني انت ممكن تفكر تقول طب ما انا ممكن اغير من دكه البدلاء واحط لعيب مثلا زي ديانج مكان، ممكن لعيب زي مثلا زي احمد نبيل كوكا ده عنده امكانيات دفاعيه اكتر من احمد نبيل لما بيكمل في حته الهجوميه، فنسيب الحته دي لامام عاشور يزود فيها اكتر من كده. لكن انت برضو ممكن كمدير فني بتبحث رقم واحد انك تعزز الهدف مره ثانيه، وده ممكن يكون اللي بيبحث عليه في هذا التوقيت. خد بالك توقيت الهدف اكثر من رائع، يمكن احلى كمان من الهدف نفسه، هدف جميل جدا وعالمي وهدف يعني روعه، لكن توقيت الهدف خلاك داخل الشوط الثاني انت اعلى. مظبوط. تمام. انت نفسيا افضل بشكل كبير جدا. صح. انت بتدور الشوط، مش بتدور انك تبحث من اول دقيقه فتعمل مجهود جامد جدا، لا انت رايح داخل الشوط الثاني هو اللي هيبتدي يدور، هو اللي هيبتدي يفتح المساحات بالزبط. هو اللي هيبتدي يتعب، هو اللي هيبتدي يعمل مشاوير طويله جدا في عز الحر ده، فانت ممكن يبقى عندك انت افضليه في حته الهجمات المرتده السريعه واللعب على اطراف الملعب اللي انا شايف ان انت مستغلها، يعني مستغلها كويس، مش وحش بس مش افضل حاجه، كان ممكن تستغلها بشكل افضل من كده بكتير جدا، ولكن يعني من العادات بتاعه مستر كولر يعني ان هي ما فيش تغيير. خد بالك لا داعي، ما فيش حاجه تستدعي التغيير في هذا التوقيت، يعني انت ماشي كويس كسبان 2-1، انت بتهاجم افضل ماسك كوره افضل، لكن المباراه زي ما انت شايف كده كابتن، زي ما اتفقنا اول قبل الجيم قلت لك هتبقى مباراه مفتوحه من الفرقتين، مش هيبقى في فرقه بتلعب زون ديفنس والتانيه بس هي اللي وسريعا الشوط الثاني هيبقى برضه سيناريو مكرر للشوط الاول، مباراه مفتوحه نفس ما بعد تسجيل الهدف اللي هو الاول للنادي الاهلي يبتدي فاركو ان هو يحاول. صحيح. هو ده احسن توقيت بالنسبه لك انك تسجل فيه اهداف اول 10 دقايق الشوط الثاني. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي لتعزيز الفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.